إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترضيه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يرضى بها عنا وترضيه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم والقلب السليم هو المشغول بلا إله إلا الله لا له جبيني قد سجد من تكلم علم نطقه ومن سكت علم سره ومن عاش فعليه رزقه ومن مات فإليه منقلبه سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا من توكل عليه كفاه ومن سأله أعطاه هل هناك إله غير الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صل اللهم وسلم وبارك على النبي الأنور صاحب الجبين الأزهر وعلى ومن عصاني فقد أبى اللهم اجزي عنا رسول الله خير ما جازيت به نبيا عن قومه ورسولا عن أمته ودعوته عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله في السر والعلانية فهي خير زاد نتقدم به ونرجو رب العباد لما ومن أصدق من الله حديثا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا
متعنا يا رب برؤياك، ومتعنا يا أكرم الأكرمين برؤياك. اللهم لا تخرج صاحب حاجة من المسجد إلا يسرت أمره وفرجت كربه وأعطيته فوق ما يتمنى. أنت حسبنا ونعم الوكيل. عباد الله، أحبتي وإخواني في الله، كنت أتمنى أيها الأحباب أن يكون هذا اللقاء نتحدث عن الرسالة الأخيرة التي أرسل بها رمضان لتستعد أمة النبي العدنان لشهر الرحيم الرحمن. اللهم بلغنا رمضان يا رب، بلغنا رمضان يا رب، بلغنا رمضان بجودك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. نعم، ها هو شعبان قد وصل إلينا. اللهم كما بلغتنا شعبان بلغنا رمضان. اللهم آمين. نعم، وما أدراك ما شعبان؟ شعبان تحدث عنه النبي محمد صلى الله وسلم وبارك على رسول الله، قال ذلك الشهر يغفر عنه الناس صلى الله وسلم على رسول الله، وكان من أكثر الشهور صوما له صلى الله عليه وسلم، حتى قالت أمي عائشة رضي اللهم عن حبيبة رسول الله وأرضاها، وأسأل الله أن ينتقم ممن آذاها فهو حسبنا ونعم الوكيل. نعم، قالت أمي عائشة وأمك عبد الله، قالت كان رسول الله يصوم شعبان كله، وقال أهل العلم كله أي على الغلبة، وفي رواية إلا قليلا. كنت أتمنى أن نتكلم عن فضله، ولكن أيها الأحباب، حتى لا يكون المتحدث في واد وأمة النبي الآن أجمع في واد يا حبيبي ويا أخي في الله، وحتى لا نكون منفصلين عن مجتمعنا، من نصيحة لله تصديقا لحديث رسول الله، قالوا النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال رسول الله: النصيحة النصيحة النصيحة، كررها ثلاث. قال: قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله، نعم، ولكتابه، ولأئمة المسلمين وعامتهم. فمن باب النصيحة يا أحبابي وإخواني في الله، ونسأل الله عز وجل أيها الأخيار أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد في الأمور كلها، فهو نعم المولى ونعم النصير. إن ما تعيش فيه الأمة الآن من قلق وتوتر يحتاج منا أن نقف وقفة لله، نقول لأحبابنا على مستوى العالم الإسلامي على مثلكم، ونقول للعرب خاصة ولخاصة خاصة أرض الكنانة، نقول لهم تحت هذا العنوان وهو جمعتنا بإذن الله: نحن في سفينة واحدة، إما أن ننجو جميعا وإما وبإذن الله لن نهلك، وبإذن الله لن نهلك. إما أن تسير السفينة بإذن الله بكل من صعد وركب فيها، والحافظ لها هو الله رب العالمين، أي رب الكعبة. فهذا هو عنوان الجمعة في شهر الله شعبان. نذكر الناس ونذكر الشباب الأمة، وخاصة شباب مصر المر الميامين الذين وصى عليهم أفضل رجل ألا وهو النبي صلى الله وسلم على رسول الله. بينما أدور بذهني وبعقلي في أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أعجب لهذه الأمة أن قائدها محمد رسول الله، وتعيش في ديها وفي ظلم وفي استكانة وفي ضياع إلا ما رحم ربي. أنظر عن اليمين فأجد سوريا ممزقة، وأنظر عن اليسار أجد السودان، وأنظر إلى كشمير وفلسطين، وأنظر إلى تلك البلاد أقول: هل قائدكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ إن كان الإجابة بنعم، أين هو محمد صلى الله عليه وسلم فيكم؟ نحن نعيش في سفينة واحدة يا أمة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أيها الأحباب،
فإما أن ننجو جميعا وإما أن تكون الأخرى. وأسأل الله أن يحفظنا بحفظه، فهو نعم المولى ونعم النصير. والسبب في ذلك لما يرتبه الإعلام الخبيث المأجور، حتى كشفوا النقاب عن أنفسهم وقالوا نعم نحن مستأجرون، قالوها علانية في إحصائياتهم. نعم إحصائيات تلك القنوات أنها قنوات تخسر بالملايين، ومع ذلك المذيعين والمذيعات يتقاضون فيها أعلى الأجور. من الذي ينصب عليكم؟ وماذا تريدون؟ وإنا لله وإنا إليه راجعون. هل صليتم على رسول الله صلى الله وسلم وبارك على رسول الله؟ نعم. مما يردده الآن كلما خرجت مصر الكنانة من محنة أدخلوها في محنة كأنما يريدون لها عدم الاستقرار. وأنا أقول من على منبر رسول الله، حاشا للملك، حاشا للملك أن يؤمن قوما ثم يخيفهم. قال على لسان يعقوب، على لسان يوسف ابن يعقوب: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. اللهم اجعلها بلد أمن وأمان يا رب، اجعلها بلد أمن وأمان يا ذا الجلال والإكرام. ما يرددونه الآن وتلك الطامة التي أفجعت الناس أو يريدون أن يفجعوا الناس من التهويل والتفخير للأحباب ومن الصرصار في الحديث أيها الأحباب، حتى أن الناس أصحاب القلوب الضعيفة، وأسأل الله أن يقوي قلوبنا بإيمان من عنده، فهو نعم المولى ونعم النصير. الآن حديث الناس 30/6 يا مساء، سوف نصنع، سوف نجعلها حربا. تجعلوها على من؟ بعضكم على بعض؟ من الفائز ومن المهزوم؟ أمة النبي صلى الله عليه وسلم، من المنتصر ومن المهزوم؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. حتى تردد عند بعض من أصحاب الأعمال وأصحاب الدكاكين والمحلية والمحلات، قالوا أن في يوم 30/6 سوف نقفل مصالحنا. إنا لله وإنا إليه راجعون. لا تكن كمن قال الله فيهم: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أزاعوا به. هذا هم أضل الناس، من خاف من تلك الشائعات. هل يريدون لمصر تقدم يا عباد الله بتلك الأمور ثم يصرخون الاغتصاب الاغتصاب؟ يقول المحللين، يقول المحللون الأوروبيين والمصريون والمصريين، يقولون عن الاقتصاد بسبب تلك الشائعات أننا قد خسرنا إلى تلك اللحظة أكثر من 320 مليار. اقتصاد أمة بسبب كلام خبيث. ما يريدون به إلا أمر واحد: تشتيت الأمة. وهم يعلمون أن مصر بعد الصلاة على رسول الله، أن مصر يا أحبتي ويا إخواني في الله، والله لو تحدثت إليها فيها إلى اليوم الثاني بإذن الله ما انتهيت من فضلها. لما؟ لأن الله الذي فضلها وشرفها وكرمها. نعم حبيبي وأخي في الله، يعلمون هؤلاء في الداخل والخارج، يعلمون أن القلب النابض للأمة الإسلامية، اسمع، لم أقل الأمة العربية، للأمة الإسلامية، إن القلب الذي يحرك ما يقرب من 2 مليار، أقسم بالله مصر، أقسم بالله ما أنسى تلك المقولة ونحن في المعهد الدولي العالمي، جلست مع بعض الطلبة، قلت لهم من اسكتلندا، من تايلاند، من اسبانيا، من فرنسا، قلت لهم: كيف تنظرون الى مصر؟ اي المسلمين منهم كانوا معنا في المعهد الدولي العالمي، قالوا: والله ما ننظر الى مصر الا نظرة توقير وتبجيل، ونقول: وقد ورثنا اجدادنا، اجدادنا، اباؤنا واجدادنا واعلمونا عن مصر، وقالوا ان مصر هم احفاد اصحابنا.
القلب مات الجسد. وأسأل الله عز وجل أن يحفظها بحفظه ويكلأها بعنايته، فهو نعم المولى ونعم المصير. عباد الله، نعم، إنما نحن نعيش في سفينة واحدة. وأريد منك حبيبي وأخي في الله، وهذا الكلام أسأل الله أن يرزقني أولا الإخلاص لوجه الكريم. وأنتم تعلمون عني بإذن الله ما انتميت لحزب ولن ننتمي، إنما يكفينا أن نكون خداما لقال الله وقال رسوله. اللهم ارزقنا فيما دينك يا رب. نعم، نقولها لله جل جلاله. أحبتي وإخواني في الله، إن المجتمع المصري خاصة والمجتمع مجتمع أمة النبي عامة يعيشون في سفينة واحدة. وأفضل من مثل لهذا المثل هو النبي محمد، وأفضل من جسد لنا القضية هو النبي محمد صلى الله وسلم وبارك على رسول الله. اسمع، صح عند الإمام البخاري والإمام الترمذي من حديث النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم على حدود الله، اللهم اجعلنا من القائمين على حدودك يا رب، مثل القائم على حدود الله والواقع فيها، مثل المحافظ على حدود الله والمضيع لحدود الله، مثل المضيع لشريعة النبي ومثل المحافظ على قال الله وقال رسوله، مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم. انظر إلى التشبيه البليغ من سيد رسول الله، كمثل قوم. هذا هو المجتمع المصري، كمثل قوم استهموا على سفينة، ركبوا سفينة، كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها في الطابق الأعلى، وأصاب بعضهم أسفلها، نزل في الطابق الأسفل الذي هو قريب من الماء. انظر إلى هذا التشبيه البليغ من إمام البلغاء صلى الله وسلم على رسول الله. اسمع، نعم، وهم في قلب البحر وفي عرضه، النبي يتحدث فيقول: فإذا أراد الذين في أسفلها أن يستسقوا أن يأتوا بالماء، ماذا يصنعون؟ لا بد أن يصعدوا إلى الطابق الأعلى. هكذا إذا ما أرادوا الماء للشراب أو المسك أو الوضوء أو لأي أمر، لا بد أنهم يصعدون إلى الطابق الأعلى. هكذا المجتمع. نعم، فقال بعضهم لبعض الذين في أسفلها بعد الصلاة على سيدنا رسول الله، قال: هلا لو خرقنا في نصيبنا خرقا نفتح فتحا في ملكنا هذا وفي نصيبنا هذا، في طابقنا، مش ملكنا، مش حرية، مش الثورة قامت، من أراد أن يتكلم فليتكلم، من أراد أن يعمل فليعمل. سبحان الله رب العالمين. اسمع، قال بعضهم لبعض: هلا لو خرقنا في نصيبنا هذا خرقا فأصبنا الماء بدون أن نؤذي إخواننا، بدون أن نؤذيهم. إذا النية صالحة والنص صالحة، والله العظيم صالح. أيوة رب الكعبة، ونحن لا نتهم أحد، أظن أن الجميع يريد أن يعمل لوجه الله ثم لمس، نظن بهم ظنا طيبا، ولكن على العقلاء أن يسمعوا إلى حديث رسول الله قال ورعية صلى الله وسلم على رسول الله. اسمع، فقالوا: لو خرقنا في نصيبنا هذا خرقا فأصبنا الماء بدون أن نؤذي من فوقنا. اسمع، النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب المجتمع ويخاطب أمة النبي ويخاطب الطابق الأعلى أو الفريق الآخر، معارض أو مؤيد، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: لو تركوهم أن يفتحوا فتحة أو يخرجوا خرقا في السفينة، كيف يكون الحال؟ كيف يكون الحال؟ خلاص غرقوا في الطابق الأعلى،
ارتباط الأسفل فقط، لا ورب الكعبة، إنما السفينة عن بكرة أبيها. نعم يا أحبابي، طب ولو أخذوا على أيديهم ومنعوهم نجوا، أول من ينجى، أول من ينجو من هم في الطابق الأسفل حرصا عليهم، ونجوا جميعا. هكذا يا أحبابي وإخواني في الله، مصر كلما هدأت وسكنت أيها الأخيار قامت من المؤامرات ومن المشاكل ما يقلقل ثوابتها أيها الأحباب، ويريدون أن يشعوا فيها الفتن بأي طريقة كانت. وإنا لله وإنا إليه راجعون. اسمع اسمع حبيبي وأخي في الله، نعم، إذا ما هدأت الأمور الاقتصادية دخلوا لنا في الأمور الطائفية، إذا ما هدأت الأمور الطائفية دخلوا مرة في الأمور الاقتصادية، ما بين اقتصاد وطائفية. سبحان الله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. حتى قالوا أن يوم تلك المقولة ما الغرض منها وما المقصود منها أيها الأحباب بعد الصلاة على رسول الله، إلى يوم 30/6 آخر يوم للإسلام. أي إسلام؟ أي إسلام؟ ومن الذي أخبرك بأن السلفيين أو الإخوان أو المصريين أو باكستان أو أفغانستان أو العراق أو كشمير أو أي دولة هي الحافظة للإسلام؟ من الذي أخبرك؟ من الذي دلك على هذه الإشارة التي لا معنى لها ولا قدر؟ من الذي أخبرك بأن الإسلام محفوظ بحفظ المسلمين؟ والله وبالله لو أوكل الله إلينا الإسلام يوما والله لم ساعة وقال احفظوه لضيعناه، ولكن إن الحافظ لدينه هو. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال أعلانية للملك، يا حبيبي ما من إنسان يفعل فعله إلا ويخاف عاقبة ما فعل، صح ولا خطأ؟ صح. إلا الملك، إلا الملك قالها علانية في كتابه. اقرأ معي سورة الشمس وضحاها. يقول الله تبارك وتعالى عن قوم صالح: فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها. ها، فجاء التدبير من عند من؟ اسمع اسمع ماذا يقول: فكذبوه فعقروها فدمدم الله عليهم ها بأعمالهم، وأن لم يكن بأعمالهم بذنوبهم، نعم بذنبهم. اسمع: فسواها، سواها ما أبقى منها أحد. فسواها، عش اللفظة الأخيرة، ولا يخاف عقباها. يا أهل الأرض والسماوات، الله يقول لنا في الحديث الذي هو أشرف عندنا أهل الشام: اللهم عجل بنصر إخواننا في سوريا يا رب العالمين. نعم اسمع، في أشرف ما عند أهل الشام من حديث أبي ذر الغفاري أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل، أي الحديث القدسي والحديث طويل، ولكن أستنشق منه هذه الريحانة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أي يقول الله: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري تضروني ولن تبلغوا نفعي تنفعوني، لأن النافع والضار هو جل جلاله. نعم حبيبي أخي في الله، قال تلك المقولة، ما المقصود منها؟ أن تكون حربا على من؟ سبحان الله رب العالمين، وإن الدماء عندنا مسلمة وغير مسلمة لله سواسية عند الله. لو قتلت إنسانا غير مسلم، هل معنى ذلك حبيبي أخي في الله أنك تحجر على ذلك؟ لا ورب الكعبة، وإن كان عندهم وفي كتبهم موجود من اليهود، نعم، في أحكام أو حكماء صهيون يقولون: قتل المسلم قرب إلى الله رب العالمين. نعم هكذا درسناه في أزهرنا الشريف. نعم حبيبي أخي في الله، اسمع، نعم، نقطة دم عند الله رب العالمين
حبيبي لها مكانة، وإن كان المقتول ولو كان كافر لله رب العالمين. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أمن رجل على دمه ثم قتله فأنا بريء من القاتل ولو كان المقتول كافرا. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فنعم نحن الآن في سفينة نقول لهم بإذن الله تعالى إن شاء الله، وبإذن الله تعالى أنتم توافقوني هذا الأمر، أن يوم 36 سوف يمر على أمة النبي مر الكرام بإذن الله، بإذن الله تعالى. نعم، ثم بعقوبة الحكماء الناصحين، ولا ترد الشائعات ولا تنقلها من مكان إلى مكان. نعم، واعلم والله يا حبيبي أخي الله إن طعن الإسلام في كل مكان، ولن يتركون أبدا إلا إذا لجأنا إلى الله رب العالمين واعتصمنا به، لأننا نعلم علم اليقين أن النصر من عند الله وحده ورب الكعبة. على الناحية الفردية في بيتك وفي مجتمعك، إذا ما كنت من الله أقرب كان النصر إليك أقرب، وإن كنت من الله أبعد كان الفشل والتمزيق والهزيمة إليك، لن تفارقك أبدا أبدا. ومعي على ذلك دليل من سيرة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. نعم أحبتي وإخواني في الله، تذكرون غزوة زمنا بغزوة أحد؟ هذه الغزوة تمثل لنا المجتمع أنهم في سفينة واحدة مملوءة بدروس. غزوة أحد في أكثر من 60 آية أو ما يقرب من 60 آية يتحدث الملك عن غزوة أحد. مع أن غزوة أحد هل هزم الصحابة أم انتصروا مع عباد الله؟ هزموا، وهي أكبر الغزوات آيات في القرآن الكريم، تمثل لنا الجسد، جسد الأمة. حينما يقع فيها الخلل لابد أن يأتي الدمار وتأتي الهزيمة. هذه الغزوة وأنا أعلم أنكم تعرفونها، ولكن يكفيني أن أستنشق منها الرياحين التي أثبت بها لأمتي وإخواني الآن وشبابنا وإخوتي من أهل مصر أننا في سفينة واحدة، مسلمين وغير مسلمين. أي أيوة رب الكعبة. غزوة أحد قائدها قائد لم يتعلم على يد بشر، ما دخل كلية حربية ولا عسكرية، وما تعلم على يد أحد لا عسكري ولا غير عسكري، ما تعلم فنون الفروسية ولا الحرب، إن الذي علمه هو الله رب العالمين، ألا وهو قائدها النبي محمد. وكانت هذه الغزوة بعد نص وفتح من عند الله، والله الشبيه بحال كان، وقد من الله علينا أن جاء يا أحباب إخواني في الله وأزال الله عنا الظلمة. يا عباد الله، يا أحبتي وإخواني في الله، في 25 يا ليت الأمة لجأت وعادت إلى الله رب العالمين وشكرت، ولكن سمعنا كلاما أسأل الله أن يعافينا رب العالمين. نسبوا الفضل لأنفسهم بدون أن ينسبوه لمن؟ لله أولا ثم إليهم. نعم، جاء هذه الغزوة بعد غزوة أحد، بعد غزوة بدر، وغزوة بدر انتصر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم على قلة في العدد وعلى قلة في العدة، لا سلاح ولا عدد، 313 أو 14 أو 15 أو 16 أو 17 على حسب الروايات، ولكن أجلها وأقواها أي الروايات أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا 314 مقاتل، كل واحد منهم يعادي الأمة، كل منهم قال بلسان الحال لا بلسان المقال: فداك أبي وأمي يا رسول الله. وفعلا بدأت الحرب أي غزوة بدر، وكان العدو 3 أضعاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فانتصر النبي صلى الله عليه وسلم وانتصر أصحاب النبي، وأيده الله رب العالمين بجند من عنده. قال الله تبارك وتعالى في مقطع غزوة أحد يقول: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. ثم جاءت غزوة أحد، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما يقرب من 1000، والعدو كان ما يقرب من أحداث وإخواني 3000. نعم أيها الأخيار، فما كان من الطابور الخامس الموجود في كل أمة، أصحاب الإرجاف في الأرض، الإعلام العالمي
الكريم. اسمع ماذا فعل هؤلاء. الطهور الخامس هناك بقيادة مؤسس الإعلام الخبيث عبد الله بن سلول، فما كان منه إلا وأنه أراد أن يفند في عرض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أشار على النبي لا تخرج، اجعلنا في المدينة وسوف نقاتله وسوف ننتصر. فلم يأخذ النبي رأيه، وإن كان النبي في بداية الأمر كان يتمنى أن لو لم يخرج، ولكن الشباب كمثل سيدنا حمزة وأصحابه كمثل الإمام علي وغير ذلك من أصحاب رسول الله قالوا لا، لم نجبر حتى يدخلوا علينا المدينة ويطلعوا على عوراتنا وعلى نسائنا. فوافق النبي على ما أراد الشباب، ولبس النبي صلى الله عليه وسلم لحمة الحرب ملابس الحرب، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله قد استكرهناك، نعتذر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان لنبي أن يلبس لحمة الحرب ثم يخلعها حتى يفصل الله بينه وبين عدوه، هيا بنا توكلوا بسم الله. وهم في إثناء الطريق فإذا بالإعلام يتحدث ويتحرك الطابور الخامس ويخل في العمل، فإذا بابن سلول يقول لأصحاب النبي تقاتلون من تقاتلون أعمامكم وأطوالكم والانتصار والبلد والدولة والناس وأولادكم وزلاليكم. فتوقف ثلث الجيش وعادوا إلى المدينة وتركوا رسول الله صلى الله وسلم. انظر إلى جبل المعضلة والمشكلة. هل عاد النبي؟ لا، بل بدأ النبي في الاستئناف، أي استئنافه للحرب صلى الله عليه وسلم. وجاءت قريش بخيلها وخيلائها وعروها ونسائها وأطفالها وشبابها ليقضوا على الإسلام كمثل من قال كمن قال. اسمع، نعم وبالفعل إذا لرسول الله ينصر الأمة المتمثلة في هؤلاء، لأنه لو قضي عليهم هذه السفينة التي تحرك بها النبي إما أن ينجو وإما أن يهلك. وبالفعل لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم ووعظهم النبي صلى الله عليه وسلم وذكرهم بالله، ثم قسم الجيش صلى الله عليه وسلم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من الصحابة أو عدد من الصحابة على رأسهم وأميرهم ألا وهو عبد الله بن جبير، قال له النبي أنت أميرهم وكن على جبل الرماة ولا تنزلوا. نعم ليست حكايات ولا قصص ولا روايات، والله لن ينصلح حال هذه الأمة إلا بما صلح بها أولها. لن ننصلح ولن نكون لنا استقرار ولا أمن إلا إذا كنا كمثل أصحاب رسول الله وعدنا إلى الله أفراد وجماعات. نعم اسمع، وبالفعل وقف أصحاب النبي وبدأت رحايا الحرب، وإذا بالأسود الذين تربوا على يد رسول الله يحصدون في الكفار حصد النار في الأجيل، فولول في النساء وهرول من أمام أصحاب رسول الله الكفار. يا أحبابي ووقع الفزع والرعب بين المشركين، وإذا بهم يجرون إلى في كل مكان كالفئران المذعورة. نعم يا أحبابي إخواني، وإذا بالرماة لم يأذن لهم النبي لأنه قال لهم لا تنزلوا لا في نصر ولا في هزيمة، أمر واحد أريد منكم لا تنزلوا. سبحان الله، هذا أمر واحد، ضع هذه المعلومة في ذهنك الآن، أمر واحد لا تنزلوا. نعم، فلما رأى أصحاب النبي الذين هم على جبل الرماة أن المعركة أوشكت على الانتهاء، وأصحاب النبي بالفعل بعض منهم من يجمع في القبائل لأن العدو بلدة مدبرة، فما كان من الرواة إلا وأنهم اختلفوا. السفينة الآن بدأت يحدث فيها خرق، ها هم الذين في أسفلها أرادوا أن يخرقوا فيها خرقا، فبدأ الرماة يتحدث بعضهم ما عنده، فقال أميرهم رسول الله لم يأذن، قالوا خلاص، قال لا حتى يأذن النبي. فوقع الاختلاف ودبت المعركة، أي المعركة الكلامية بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا بأكثر من ثلثي الرماة حتى قيل لم يبقى إلا عشرة، ونزل بقية الصحابة من على الجبل، والمشركون وهم في حالة من إهدار إذا بالقائد المزفر
الذي ما هزم أبدا لا في الإسلام ولا في الجاهلية. نعم، اسمع، خالد بن الوليد الذي كان يقول لنفسه ما كان لخالد أن يفر لا في الجاهلية ولا في الإسلام، وهو بالفعل فعلا يجري مع من يجري، حلق بعينيه كمثل السقر، فرأى الرماة وهم يخالفون أمر النبي صلى الله عليه وسلم على رسول الله، فنادى خالد: يا عكرمة أنت عاد؟ فالتف كتيبة خلف خالد، وبدأ أصحاب النبي ما داروا أنهم يضاربون أهل الكفر، والتف خالد وصعد على جبل الرماة فقتل عبد الله بن جبير وقتل من تبقى، ثم تغير الحال ونادى خالد ونادى من معه: اعلوا هبل اعلوا اللات، ونادى على المشركين أي على أهل قريش أن عودوا، فعاد المشركون من الأمام وخالد من الخلف، ووقع أصحاب السفينة أي أصحاب النبي أمة النبي في مأزق ما عرفت له أمة النبي مثيل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدأ السهام من كل مكان، وعاد المشركون من كل مكان، ووقع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في معمعة القتال، وبدأ أصحاب النبي يتساقطون قتلا. نعم يا أحبتي وإخواني في الله، وجاءت الهزيمة لأصحاب رسول الله، ولكن لي ملمح أريد وأن أؤكد عليه كما أكدت فيه كلما تعرضت لهذه الغزوة، أقول: هزم أصحاب النبي وانتصر النبي، هزم أصحاب النبي لأنهم خالفوا أمر النبي، نعم، لأنهم لو انتصروا على المخالفة، لو انتصروا على المخالفة ما كان لقول الله معنى في قوله: قالوا سمعنا، و هم هنا لم يطيعوا، فكيف ينتصروا حتى لو كانوا أصحاب النبي؟ يقول الله لنا في شخصية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا نصر لكم إن خالفتم النبي محمد. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا هداه، فهو نعم المولى ونعم النصير. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونصر به، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن السفينة التي كان يقودها النبي صلى الله عليه وسلم انتصرت، ولكن الركاب هم الذين قدموا انهزموا لأنهم خالفوا قائدها ألا وهو النبي صلى الله عليه، خالفوا قائد السفينة ألا وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهزم أصحاب النبي وقتل منهم مثل ما قتل من المشركين في غزوة بدر. كأن الله يقول: هذه بتلك، في الأولى اجتمعتم، في الأولى اتحدتم، في الأولى كنتم على قلب رجل واحد، فجاء النصر من عند الواحد جل جلاله. نعم، قتل من المشركين في غزوة بدر 70، وفي غزوة أحد يقتل من أصحاب رسول الله كذلك 70، على رأسهم هذا الرجل الذي حزن له النبي صلى الله عليه وسلم حزنا ما بعده حزن، ألا وهو أسد الله حمزة، وجده النبي غريقا في دمه، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه مجددا: واه لك يا عم، واه لك، ما أصبت بفجيعتي كمثل ما أصبت فيه، والله يا عم. وهو يقف على بطنه التي قد بطرت وقد أخرج الكبد أي دن ولاكتها بين فكيها، فقال: واه يا عم، والله لا أخزن 70 من سادة قريش فيك يا عم. فنزل القرآن، نعم، يعاتب النبي ويؤدب النبي، لأن الذي أدب النبي هو الرد عليه جل جلاله. قال الله تبارك وتعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ها، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. لا يسرف في القتل، لما؟ لأنه كان منصورا، لأن النصر من عند الله، عند الله رب العالمين. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، بل هو بنفسه
القسوة، لأن الذين رجلوا في السفينة خرقوا فيها فرقا حتى قصرت ربيعته ودخلت حلقة المغفر في وجنته أي في خده صلى الله عليه وسلم، ونزلت ضيقة الحرب على رأسه صلى الله عليه وسلم، ومن شدة العطش صلى الله عليه وسلم ومن شدة التعب ما كادت قدم رسول الله أن تحمي النبي، فكان يمشي تارة ويقطع تارة صلى الله عليه وسلم حتى نادى في أصحابه. انظر إلى السفينة كيف حينما يصيبها خلل ماذا يحدث فيها عباد الله. نعم، فنادى النبي صلى الله من يدفعهم عن ما؟ من يدفعهم عني صلى الله عليه وسلم. فالتفت كتيبة الحرب، نعم كتيبة القتال، نعم الفرقة الخاصة برسول الله، سبعة من الأنصار واثنان من المهاجرين التفوا حول رسول الله درعا واقيا وأخذوا يتصادقون الواحد بعد الواحد حتى قتل السبعة من الأنصار وكل منهم برسالة وهزم أصحاب النبي لأنه غرق في السفينة. فإن المجتمع المصري إن شاء الله الآن نامن بإذن الله على حد على ما يحدث فيه الآن من مناوشات. نعم أقول لهم مصر سوف تبقى بإذن الله، والأشخاص هم الذين يزولون ورب الكعبة. نعم فالوطن باقي بإذن الله رب العالمين، والأشخاص هم الذين كل منهم يأخذ دوره، فكن عاقلا وتعقل قبل أن ترفع يدك وقبل أن تتكلم بكلمة، واعلم أنك مسؤول عن أمام الله رب العالمين. كيف بك حينما تصادف يوم القيامة بقول الله رب العالمين ولقد جئتمونا فرادى؟ أين أحزابكم؟ أين جماعاتكم؟ أين أموالكم؟ أين اليورو؟ أين الدرر؟ أين وأين أين جئتمونا؟ وانظر إلى الملك حينما يتكلم بنائي العظمة جل جلاله، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. نعم يا أحبابي كيف بكم يا عباد الله؟ وأنا أذكركم في شعبان، نعم بقول الله تبارك وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، من الذي يأتي بها؟ الله رب العالمين، وكفى بنا حاسبين. فمصر بإذن الله وصية النبي صلى الله عليه وسلم، فأذكركم بوصية نبيكم يا أهل مصر في مصر: اتقوا الله في مصر، اتقوا الله في مصر عباد الله، فإنما أنت إما أن تكون معولا للهدم أو معولا للبناء، كن ممن يبني ولا تكن ممن يهدم. نعم أذكرك بوصية النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول في الحديث الذي رواه علينا مسلم من حديث أبي ذر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أريد منك كأنك لأول مرة تسمع وكأنك تسمع من فيه رسول الله مباشر. تخيل النبي أمامك الآن وهو يقول لأصحابه صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الإمام مسلم: إنكم ستفتحون مصر. خرجت كلمة مصر من فيه رسول الله، وهل رأى مصر؟ والله ما رأى مصر. إنكم ستفتحون، ولكن من الذي أخبر النبي بأن مصر سوف تفتح؟ أقول لمن قال القول: إذا كان الله فتح هل تستطيع أنت أن تغلق؟ سبحان الله، حق إسلام يكون 36 ولا 30 ولا 46 ولا 106، سبحان الله الإسلام باقي. إيه ورب الكعبة، نحن على الثقة في وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم اسمع، نعم إنكم ستفتحون مصر. الصحابة كأنهم استغربوا: مصر؟ ما مصر؟ فحدد لهم الصفات، قال: أرض يذكر فيها القراط، قيل قراط الأرض أو قراط الذهب، القراط. ماذا بعد ذلك؟ فتحناها. بالله عليك أن تسمع بقلبك، اسمع: فأحسنوا، ده كلام النبي، فأحسنوا إلى أهلها، رعوهم، اتقوا الله فيهم، حافظوا عليهم. على مين؟ على أهل مصر. فأحسنوا إليهم، فأحسنوا إلى أهلها. لما يا رسول الله؟
قال لأن لهم أي لهم عندنا أي عندي أنا خاصة وعندك عامة فإن لهم ذمة ورحمة ذمة ورحمة. كلما طلعت الآيات والله يتكلم عن قصة قلت أهي بلدي؟ الحمد لله أنها هي بلدي. عشرات الآيات منها بالتصريح والتلميح قال الله وقال الذي اشتراه من مصر هي مصر وقال فرعون أليس لي ملكه مصر هي مصر. أما من باب التلميح في أكثر من 35 موضع ماذا قال الله تبارك وتعالى؟ اسمع ودخل المدينة دخل المدينة أي مدينة مصر وآويناه وأمه إلى ربوة ذات قرار ومعين أي ربوة مصر في 35 موضع. فكونوا محافظين على السكينة عباد الله إننا إن جونا لجونا جميعا وإن كانت أخرى فالدمار لن يترك أحد. وأختم كلامي بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها تقول دخل النبي علي فزعا وفي رواية قام النبي من نومه فزعا فقال لا إله إلا الله. هذا النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله. ويل للعرب ويل للعرب ويل للعرب ويل للعرب. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم قد فتح لي ربي يأجوج ومأجوج كمثل هذا وحلق بأصبعه صلى الله عليه وسلم السبابة والإبهام. اسمع فما كان من أم المؤمنين زينب بنت جحش إلا أن قال يا رسول الله أولا أهلك وفينا الصالحون الله ممكن يدمرنا وفينا أهل الصلاح وأهل التقوى وأهل الورع وأهل الدين وأهل الالتزام. نعم لأن الحرب هي على الإسلام. أي أيوة رب الكعبة ليست على الأوطان ولا على البيوت إنما على عقيدة ووجود. أقسم بالله هذا ما يقومون به يا عباد الله. نعم قالوا أولهنا وفينا الصالحون. سيدنا النبي ما فكر إنما قال نعم أي أيوة والله العظيم نعم. فقال قال أولهنا وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث كثرة الفحشاء إذا كثرت المعاصي والبعد عن الله رب العالمين. نعم عباد الله. وقال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه على منبر رسول الله قال لأصحاب رسول الله إنكم تقرؤون آية وتضعونها في غير موضعها ألا وهو قول الحق تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا. قال أبو بكر تقرؤون الآية وأنتم ربما لا تفهمونها وتضعونها في غير موضعها. أنا بس عم أنا مالي عم ما تفهمي أنا مالي عم ما تولع أنا مالي يا راجل. اسمع من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر تضعونها في غير موضعها لقد سمعتم رسول الله. لا أبو بكر يقول سمعت يعني مباشر من فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأى الناس المنكر فلم يغيروه فلم يغيروا يوشك الله أن يعمهم ببلاء. نعم أن يعمهم بعقاب منه جل جلاله. وفي رواية يا أحبابي يعمهم بعقاب فيدعو له فلا يستجيب له. نعم فإننا نحن في سفينة واحدة فاتقوا الله في أوطانكم واتقوا الله في بلادكم. واعلموا يا أحبابي إخواني في الله أن الحساب بين يدي الله ليس بالكيلو ولا بالرطل ولا بالكيل إنما قال الله تبارك وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. أسأل الله عز وجل عباد الله أسأل الله أن يرحم مصر وأن يعافيها من كل هم. اللهم احفظها بحفظك يا رب العالمين. اللهم احفظها بحفظك يا أكرم الأكرمين. اللهم احفظها واحفظ أهلها واحفظ شعبها واحفظ جميع سكانها يا رب العالمين. اللهم حببنا في بعضنا يا رب حببنا في بعضنا يا رب حببنا في بعضنا وكن شياطين الإنس والجن من بيننا وكن شياطين الإنس والجن من بيننا. اللهم من أراد مصر بسوء أو خلاف أو اختلاف أو
أو شفاء أو تدبير أو تدبير، فأرنا اللهم فيه آية بعد آية، واجعل اللهم كل ظالم نهاية. اللهم اجعل مصر وأهلها في كنفك وسترك وعافيتك يا رب العالمين. اللهم من دهانا على مصر أو أراد مصر أو أراد لها تدبيرا، فاجعل اللهم تدبيره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم احفظ مصر وأهلها وشعبها وأرضها ونيلها يا أكرم الأكرمين. أنت حسبنا ونعم الوكيل، لا حول لنا ولا قوة إلا بالله، من لنا غيرك فندعوه ومن لنا سواك فنرجو. يا أكرم من سئل ويا أعظم من أعطى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك هدى ومنحنا رضا. اللهم لا تولنا غيره ولا تمسنا ذكره. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر جميع بلاد المسلمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا إلى البر والتقوى. اللهم إنا نسألك أن تؤيدنا بنصر من عندك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين دين الشرك والمشركين وعليك بالكفر والملحدين. أنت حسبنا ونعم الوكيل. يا رب اكتب لنا صلاة في المسجد الأقصى عاجلا يا ذا الجلال والإكرام، عاجلا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم أيدهم بنصرك يا رب العالمين. اللهم إن الطاغية تعدى يا أكرم من سئل، أرنا فيه آية بعد آية، واجعل لكل ظالم نهاية. أنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم انتقم منه بكل شاب قتلوه وبكل طفل يقتلوه وبكل بيت دمروه. أنت حسبنا ونعم الوكيل يا رب العالمين. اللهم يا مجري السحاب ويا منزل الكتاب ويا هازم الأحزاب، عليك بضاغية الشام يا جبار السماوات والأرض، يا جبار السماوات والأرض. اللهم إنه شرد أهلنا من أهل سوريا، شرده في بلاد، فأرنا فيه يا رب العالمين آية بعد آية. اللهم انصرنا على الكفر والكافرين وعليك بالصهاينة المجرمين. اللهم عليك بهم يا رب العالمين، عليك بهم يا رب، عليك بهم يا الله، عليك بهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم شتت جمعهم وفرق وحدتهم يا رب العالمين، واجعل دائرة السوء عليهم يا أكرم الأكرمين. اللهم لا تشرك في أمة النبي حاسدا ولا حاقدا ولا ماكرا. أنت حسبنا ونعم الوكيل يا ذا الجلال والإكرام. انصر إخواننا في فلسطين وتشريع ولبنان والشيشان وفي أفغانستان وفي العراق وفي كل مكان يحارب فيه الإسلام يا رب العالمين. اللهم احفظ مصر يا أكرم الأكرمين وجميع سكانها يا رب العالمين. اللهم لا تقري صاحب حاجة من المسجد إلا يسرت أمره وشرحت صدره وأعطيته فوق ما يتمنى يا رب من بيننا مرضى. نسألك أن تعافيهم يا رب، نسألك أن تعافيهم يا رب. اللهم جدد الدم في شرايينهم يا رب، اللهم جدد الخلايا في أجسامهم يا رب. عافهم في هذه الساعة يا رب، عافهم في هذه الساعة يا رب، عافهم في هذه الساعة يا رب، عافهم في هذه الساعة يا رب. وجميع مرضى المسلمين ما علم منهم وما لم نعلم يا رب العالمين. اللهم ارفع الألم عن كل من يتألم، ارفع الألم عن كل من يتألم من جميع مرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا رب أن تعطي لكل عقيم ولدا صالحا يا رب. أصلح نساءنا يا أكرم الأكرمين، وارزق الجميع بالذرية الصالحة يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مهتما إلا عافيته، ولا إلما إلا زوجته، ولا عقيما إلا رزقته، ولا عاقا لوالديه إلا أصلحت حاله يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا ومن أحبنا فيك وأحببناه فيك ومن علمنا حرف لتلاوتك العظيم. وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وآله الصالحين.